هل مسح مقدمات الشعر تجزئ في الوضوء؟ تلك مسألة راجعة إلى تفسير قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هل الباء هنا للتبعيض أم أنها الباء للإلساق؟ الظاهر أن الباء للتبعيض عند الجمهور، فالظاهر إجزاء أن تمسح جزءا من الرأس، وإن كان الأفضل والأبعد عن الاختلافات أن يعمم الرأس لأن النبي كان يقبل ويدبر، لكن هذا الإقبال والإدبار لا يعمم الرأس كله، لا نستطيع أن نقول إن كونه كان يقبل ويدبر يعمم الرأس كله.